لقيت شغل يا شعبان؟ ايه؟ اه طبعا. امال ايه؟ لقيت شغلة ايه العظيمة اللي انت لقيتها دي؟ شغلة ايه اللي تخليك تعيش في القبهة دي ما بين يوم وليلة؟ اوعى تقولي انك لقيت خاتم سليمان ولا ورثت خالك اللي مات في اسطنبول. اصل عصر الحواديت ده انتهى. حواديت ايه يا زينب وخيال ايه؟ ده انا اللي حصل لي اقرب من الخيال. اني جالي عبد ال على العموم مش وقته وانا هبقول لك بعدين يا زينه. تقول لي ايه؟ تقول لي ايه وتعيد لي ايه؟ انت يا فندم بكل اسف سرقت لك سريقه. ايه يا زينه؟ وانا كنت حرام ولا كنت حرام؟ خلاص بلاش. تبقى اختلست لك اختلاسه. اختلس من مين؟ من الاصلاح الزراعي؟ اختلس منه ايه؟ شويه برسيم؟ ده انا بصرفه في الجمعه قد ميزانيه الاصلاح الزراعي بثلاث اشهر. طب فهمني. فهمني لما انت ما انتش مختلس ولما انت ما انتش سارق لك سريقه ولما انت بتكسب بالحلال قوي كده، ايه العيشه المفنجره اللي انت عايشها دي؟ ها؟ لما انت عايش بالحلال ما جتليش البلد ليه يا شعبان؟ 100 سؤال يا شعبان مش لاقيه لهم جواب. ما انا كنت جاي لك، بس ماني هقول لك، انا كنت هاجي لك، بس اللي حصل بقى ان ربنا فتح علي وان ما تيجي بقى يا حبوبي. فربنا فتح علي، ربنا فتح عليا قوي قوي قوي، ربنا فتح عليا قوي، وانا كنت جاي لك بس اللي حشني. مش في صوت جاي من جوه؟ ما في صوت بس ما انا هقول لك الصوت ده جاي من ايه. الصوت ده جاي يا زينب لان انت عارفه القاهره مزدحمه بالسكان، والفيلل في مصر كل فيلا جنب الفيلا الثانيه، فتلاقي الفيلل ملزقه ببعض وبالتالي الاصوات تتداخل في بعض، فتبقى قاعده كده تلاقي الصوت جاي لك وانت قاعد. فالصوت بقى، انت عارف احنا كام؟ انت عارف يا زينب احنا 43 مليون. 43 مليون نسمه، يعني 412 طفل في الدقيقه. 6112 طفل في الساعه، 72,000 طفل بيتولدوا في اليوم، فتقومي تقولي لي ايه؟ فانا كنت جاي لك، انما اللي حاشني حقيقي يعني. اللي حاشني يا زينب ان 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 انني كنت يعني واخد بال حضرتك؟ يلا يا حلو، تعالى بقى. الكثافة السكانية يا زينب بتخلي الناس تهج، يعني شوفي بتقول لك يلا يا حلو تعالى بقى، لأن الزحمة تخلي الناس تقول يلا يا حلو تعالى بقى من كتر الزحمة. يعني هو دلوقتي يعني مش الصوت ده جاي من جوه؟ لا ده جاي من الزحمة، جاي من يلا يا حلو تعالى بقى، لأن الناس بتبقى هجة ببعض وزحمة ببعض فتقول يلا يا حلو تعالى. 412 مليون طفل في الدقيقة يا زينب. أنا كنت جاي لك يا زينب إنما اللي حاشني حقيقي يعني. يا روح قلبي من جوه، ما بقولك يا روح قلبي من جوه، لان الكثافه السكانيه من جوه منين بقى؟ لان الناس زحمه، ففي ناس قاعده في حتت جوه قوي، فهم الناس عايزين يهجوا من الاكلان اللي هم فيه، امك تقول لك يلا يا حلو تعالى بقى. 412 طفل في الدقيقه يا زين. الاكلان يخلي الواحد يقول يلا من جوه كده؟ يلا من جوه تعالى بقى. شعبان. نعم. ايه السر اللي انت مخبيه عليا يا شعبان؟ انت عايش عيشه غريبه قوي يا اخي. اهدى، ده انت عايش عيشه زي اللي بيقولوا عليها ليلى حمرا. حمرت ايه وخضرت ايه يا زينه؟ ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده؟ عيب، انا مش بتاع الحاجات دي، وانا لا اسمح مطلقا. ايه الحكايه؟ ايه التاخير ده كله؟ دي اصلها يعني اصل العيال لما بيتولدوا بيفوروا على طول، فتلاقي جسمها فاير مع ان هي مولوده دلوقتي، يعني مولوده في ساعتها، فدي كثافه سكانيه يعني. فيا زينب انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش عايزك تسيء الظن بيا مطلقا. لان ايه الحكايه؟ مش عايز تيجي ولا ايه؟ دي لسه موجوده دلوقتي اهو، لان حتى تلاقيها لابسه البافيتا بتاعتها، هي بتبقى بيضه في العلب، بس هما بقى جسمهم فارم من كثافه السكر. 412 الف. تمشي يا شعبان، مليون عين. انت في حياتك زين، ما انا ده كل دي كثافه سكانيه يا زين. سيبها تمشي وتيجي بقى، دي القعده من غيرك مالهاش طعم. شوف، مش هما بيقولوا ان احنا 40 مليون؟ لا، احنا كلنا 20 مليون، وين ال 20 مليون التانيين؟ فكثافه سكانيه يعني. شعبان، البني ادم اللي كنت اعرفه خلاص انتهى.